وليس الإيمان. المعنيين لو مؤمنين ما كان يتصرفون هذا التصرف، ولكن على الأقل يحسبون حساب إن القبل هم فشلوا، شلون يتصورون نفسهم هم ينجحون؟ احنا مو متوغلين في أعماق العالم لكي يقولوا إنه بالمرة السابقة نجحوا في مهامهم الدفاعية العراقيين، المرة الجاية راح يفشلون. لا، هذه خبرة متراكمة، هم نفسهم اللي يقودون نفسهم، العامرين جدد وشباب، بس هم أغلبهم كانوا مقاتلين، قاتلوهم للأمريكان وقاتلوا قبلهم، والخبرة المتراكمة مع استمرار الإيمان تجعل العدو في وضع صعب، ما أقول أكثر. فكيف إذا الإيمان الآن أعلى؟ الإيمان أعلى والاستعداد أعلى وأدق. فإن الله جنبنا شرهم ولوا في بلادهم، وإحنا في بلادنا وكفوا شرهم، سواء اللي حاصل علينا يوميا أو اللي يتحدثون عنه، فإحنا نكون مسرورين وسعداء. وإذا توهموا نعم راح يأذونا، بس والله راح تتأذى أمريكا أذى الشعب الأمريكي، ليس من مصلحته أن يقع مثل هذا الأذى عليها وعلى سمعتها وعلى اقتصادها في عموم العالم. راح يحصل تحول كبير بين حال أمريكا الآن حتى على ما هي عليه مما وصفت عليه من حالة صارت مكروهة في العالم. ولكن إذا ارتكبوا شر العدوان اللي يتحدثون عنه، راح يكون حالهم غير الحال اللي هم عليه، وأسوأ بكثير مما هم عليه الآن، إن كان في سمعتهم أو في النتائج المادية اللي تترتب على هذا العدوان. نوكل على الله. نعم. سيد الرئيس القائد، حفظكم الله ورعاكم وأدامكم ذخرا للعراقيين والعرب جميعا إن شاء الله. وأدامكم ذخرا لهم وللإنسانية إن شاء الله. بدأ سيدي أنقل لسيادتكم تحيات قائد قوات ذو الفقار ومقاتلي القيادة ضباطا ورجالا، سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم ويسدد خطاكم وأن النصر حليفكم إن شاء الله. سيد الرئيس القائد، انطلاقا من مقولة قائدنا الحبيب نربح المعركة عندما نهيئ مستلزماتها، فقد دابت قيادة قوات ذو الفقار متمثلة بقائدها وضباطها ورجالها بتهيئة ساحة المعركة لدحر العدوان الغاشم عن قطرنا، فقد تم تهيئة مواضع دفاعية متعاقبة. نربح المعركة عندما نهيئ مستلزماتها بصورة صحيحة. نعم سيدي. والمقصود مستلزماتها الروحية والاعتبارية والمادية. نتكل على الله إن شاء الله، ثم نعد ما استطعنا من قوة في كل ميادين الحياة، في كل ميادين الحياة الاعتبارية والمادية، وذلك نربح المعركة. نعم إن شاء الله سيدي. فقد تم تهيئة مواضع دفاعية متعاقبة وأجرينا التحكيمات اللازمة لها وأجريت الممارسات على إشغالها ليلا ونهارا، وبتوجيه من السيد قائد الفرقة أجرينا أطر دفاعية لمستوى الوحدة ومقرات التشكيل بمعدل إطارين، إطار للدفاع الخارجي وإطار للدفاع الداخلي للتصدي للعدو البري والجوي. سيد الرئيس القائد، لقد أولينا اهتماما كبيرا للتدريب والتدريب على القتالات الخاصة، وركزنا في هذه المرحلة على التدريب الليلي، لأن التدريب الليلي يقلل من المصاعب التي تواجه المقاتل في ميدان المعركة. والتزاما بتوجيه سيادتكم، فقد أولينا اهتماما بالغا بالجانب الإداري، ومن حيث التهيئة للمعركة فقد كدسنا من العتاد والوقود والأرزاق بما يكفينا مقاتل العدو لمدة أشهر، وأصبحت وحداتنا مكتفية ذاتيا، إضافة إلى توفر المستلزمات الرئيسية للمقاتلين. يعني تسمح لي أقاطعك شوية أو أستوقفك حتى
كل واحد ما يحسب النتائج على المدى التاريخي يخسر. أما الرغبات، الرغبات المبنية على رؤية صفحة واحدة المقابلة فقط من غير التحسب والحساب للصفحات التاريخية البعيدة، هذا ممكن أن يجر صاحبها إلى تهلكة. وهنا نوجه سؤال إلى المعنيين الأمريكان ومن خلالهم إلى الشعب الأمريكي كله. عام 91 ضرب بغداد حد فاصل معلوم، هل كانت أمريكا في عام 91 أقوى أو الآن أقوى؟